صنع السي او صنع السي اوه ما السياره اللي بورجيكم اياها وصلنا على سيارتي ورامز شو دلعتها مثل مرتك دلعتها وحطيت لك الكرسي برا عشان المره ما اطلع بالسياره الله يفضى عينك وين الكرسي وين ليه شايل الكرسي ما قصني الكرسي انا ييه هلا بس بسؤال الفلين شو وصلوا للسقف والله ما بعرف اسمعوا بعث لي فيديوهات رامز عم كل ما يفك شغله بلاقي فيه فلين من ورا المقلب اللي عملته ساره تبع الفلين الملون فتح السقف تخيلوا السقف شاله لان كان معبى فلين السياره كانت بالضبط مش بس السقف الفتحات الاي سي كانوا كمان معبيين فلين السياره كانت معبيه فلين وانا ماني حاسس ابو زوز هون ايه هذا كنت عم بوديه على يتربى منيح ابو زوز حتى بفلتر المكيف الطابات موجودين لك حتى بالتابلو من هون نزل كمان من هون ومن هون كمان نزل كله فلين شو عامل بالسيارة استاذ لك حتى بالسقف واصل شوف 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 الفلين بكل مكان